السلام عليكم خوتي صاحبي، سلام لكم، تحياتي لكم في كل قارات العالم. احبابنا الصوت كيف راهو اليوم؟ كيف راهو الصوت؟ الصوت عندي موضوع حبيت نهضر اتكلم عليه. كما تعرفوا خوتنا، كاين اللي يجوا هنا الغربه، وكاين ناس اللي ظروفهم ساكن مهاجرين، وكيما نقولوا ما انا ما نتفادى تسميه حرقه، وبعد ذلك يبداو يخدموا وما عندوش حساب، واحد يعطي له حساب يستعمله، وبعد ذلك تصرى فيها على بالكم واش يصرى، واحد يدي له دراهم وخلا، وعلى بالك حكايه هذيك صرات بزاف هنايا في الغربه. اليوم راح نهضروا مع واحد الاخ صرات له قصه، نتمنى ان شاء الله يحكيها لنا هو، مع الاسف ما يقدرش يوري وجهه لظروف، ما يقدرش يوري وجهه كما تعرفوا، فهمتوا؟ فبالتالي راح نطلعوا يهضر معنا، لكن ما يقدرش يوري وجهه ويحكي لنا قصته هذه، لان الامر هذا مش مليح بيني وبينك. المفروض الخاوه يتخاوه والجزائريين يتخاوه، ومع الاسف صارت الناس تسرق الناس، وما تخافش ربي وما تخافش لومة لائم، يعني عيب عيب عيب. اخونا فؤاد راح نطلعوه ان شاء الله يحكي لنا على القصه هذه بالتفصيل، يعني صراحه وما مش راح يوجهه وجهه، لكن يشرح لكم القضية كيفاه. انتظرون فؤاد، ممكن تطلع معنا؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شكوى مرحبا بك. يمشي يمشي، ما شاف على بالي الفيرجن هذه تاع الهاتف تخلطت السوفت وير تاع الفيسبوك، مشكله، لكن راح ان شاء الله نوصلوا رساله بخوتنا على بالي. ما السلام عليكم يا صالح. خويا السلام عليكم خوتنا، والله الحمد لله، انتم لاباس عمي صالح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خويا انت عايش في لندن؟ عمي صالح شحال عندك انت في لندن؟ عندي عمي سوا. مرحبا بك اخويا العزيز، وش امورك؟ لاباس؟ في نعمه الحمد لله عمي صالح، انتم لاباس؟ والله الحمد لله، يسخسر لك خير خويا فؤاد. خويا فؤاد المقدمه هدرت شويه عليها، لكن نتمنى ونسمعوها من عندك، وامام الله تقسم معايا تقول اني اقسم بالله اني اقول الحق حتى ما نظلم حتى واحد، والطرف الثاني ما نعرفوش، وماذا بينا يوم من الايام ربما يتدخل الطرف الثاني يقول القصه. اقسم بالله غير اقول الحق عمي صالح. اوكي تفضل احكي لنا القصه، خوتنا يسمعوها وفي نفس الوقت يعطونا حلول، واحكي لنا وش صرا كيفاه بالتفصيل. اكيد فوق. اكيد عمي صالح. عمي صالح انا كنت خدام في شركه، وراك تعرف كانوا معاونيني الناس بكواغط ومنا ومنا. قصدك شركه ديليفري وتوصيل التوصيلات؟ ملابس بداية كنت خدام في شركه، كان عندي مشكل في حساب عمي صالح، كان السيد اللي عاطي لي باش نخدم صغالي مشكل في الحساب. بان نوضحوا لخوتنا الحساب، في بعض الاحيان خوتنا ما عندوش حساب بنكي هكذا. كان عطاك واحد حساب بنكي تاعو هكذا. كان عندي حساب، ومن بعد خدت لي مشكل في الحساب هذاك، دوك الشركه لزمتني باش يغسلوا لي دراهم في هذاك النهار، تسلفت حساب على صديق تاعي. بان نوضحوا الناس كاين اللي ما يفهموش اخويا فؤاد، الحساب انه ما عندكش حساب بنكي باش يدخل الدراهم للخدمه تاعك هكذا. هذا هو المشكل عمي صالح. وهذه تصرى بزاف هنا في بريطانيا، الناس ثقه، انا كدرتها الناس، درتها زمان، درت البطاقه تاعي وعطيتها الناس، وحساب هذاك ثابت وتعطي له البين نمبر وهو يدخل. نعم هذيك هي عمي صالح. تسلفت حساب على صديق تاعي، كان قريب ليا، قلت له واش كان؟ قلت له باش يخلصوني اليوم سلف لي حساب. هما بعثوا لي دراهم عمي صالح، بقى الحساب يبعثوا لي هما، انا نخلص لو برومي في كل شهر عمي صالح. سؤال، اسمح لي نسقسيك بزاف الاسئله. انت عندك الحساب وعندك البطاقه هكذا ولا ما عندكش البطاقه؟ عندي البطاقه، الحساب ما عنديش. اوكي البطاقه تاعك ولا تاع صاحبك؟ بطاقه تاع واحد عاطي لي كوارد عمي صالح، راك تعرف العقليه انا كيفاش يخدموا. على بالي الحساب هذا يجيب البطاقه المفروض. انا البطاقه صغالي فيها مشكل عمي صالح، صغالي تسمى مشات لي البطاقه، هاي لزموني باش نخلص هذاك النهار. كان عندي صديق قريب ليا، قلت له لازم نخلص اليوم، وعم داير لي بريسيون، عطالي كارت مونزو، راك تعرف كيفاش العقليه عمي صالح. خلصت عادي، خلصت منه، هيا وليت معليش. ومن بعد عرفت باللي البطاقة ماشي تاعو، تاع واحد هو مسلفها له، هو ثاني مسلفها، بصح كل شيء بقى عادي عمي صالح. بقينا
صاحبك هذا قال لك بلي تاعك هكذا؟ لا لا ما قاليش، من بعد عرفت بلي هو مسلفها عادي، بصح كان كلش عادي عمي صالح. كانوا كيدخلوا لي دراهم وهو يمشي عند الشخص هذاك خاطر رجع حاله، من بعد يرسل لي دراهم، برومي لو دو لو طغوا يدخلوا دراهم هكذا يرسل لي دراهم. خويا فؤاد، فؤاد انت يا سلفت على صاحبك الاول هكذا؟ سلفت على صاحبي، بصح هي البطاقه ماشي تاع صاحبك الاول، تاع صاحب هكذا. هو السيد، السيد ما لا بالوش حتى بلي، ما لا بالوش بلي مع الوقت عرف بلي انا تاعي وليت نخلص، ولا يعرف بلي انا نخلص عنده، خاطر كي يروح السيد اوكي يقول له هل ترى، اسمح لي سؤال فؤاد، اسمح لي سؤال، هذا 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 صاحبك كان كاريها له صاحبه والله كيف اعطيها له؟ نفس الشيء مسلفها له عمي صالح، اسمع عطاها له هكذا قال له خذ بها. اوكي يا عمي صالح خلصت بها واحد ربع شهور ولا خمسه عادي. كل البرومي الشخص هذا صاحبي يبعث لي دراهم عادي، يدخلوا يمشي عند يعني الاخ هذا يقول له، يلقاهم دخلوا يبعثهم لي، يلقاهم دخلوا يبعثهم لي. من بعد غلقوا، دا غلق الشركه، غلقوا مع اللوك داون منا. والصديق تاعي كانت نوضحوا للناس يعني غلق بسبب الكورونا، الشركه غلقت والناس ما عادوا يخدموش هكذا. هذه هي يعني مشى بلاد واحد اخرى، مشى لبلاد واحد اخرى، مشى. شكون اللي مشى؟ هذا الصديق تاعي اللي سلف لي انا، الصديق الاول، مش صاحبك الحساب. هذه شهر 9 العام اللي فات، شهر 9 العام اللي فات. صديقك اللي عطاك البطاقه تاع الشخص هذاك مشى لبلد اخر. بلد واحد اخر مي صالح. هاي عادي انا اتصلت به قلت له اذا يبعثوا، قال لي انا ما شفت، قال لي كون يدخلوا على 80% هذه ما كنتش عارف انايا. قال لي اذا يدخلوا، قال لي كون اتصل بينا الاخ، بقات عادي. هاي قلت له خلاص، قلت له معليش. سؤال فؤاد اسمح لي نسالك، هذا الشخص شحال في عمره ولا صاحب الحساب؟ والله ما لا بعم صاحب بين 40 45 هذا اقدر. مش مراهق، مش صغير، مش في العمر 20 23 18 يعني. اوكي معليش خلاص نسينا هذا المشكل كاع عمي صالح. الحق شهر ربع اللي فات اتصلت بيا شركه، قالوا لي تما باش لو كان نعاودوا نفتحوا انت ما حش تكون في ليفيكتيف، خاطر نقصوا منا منا منا. قالوا لي بلي كنا نغسلوا لك، نغسلوا لك دراهمك، نفرسوا لك، نخلصوا، نغسلوا لك. هاي كيفاش كيفاش شحال كانوا يبعثوا لي وقالوا لي منا. تعجبت انا، مشيت اتصلت بصديقي قال لي انا ما على باليش، عاود اتصلت مباشره بالشخص هذا، هذا الشخص. اسمح لي فؤاد، اسمح لي، اسمح لي نسال اخوتنا اللي نسالوا، شحال المده وانت مدة 7 اشهر عمي صار 7 اشهر وما يفرسوك الدراهم انت بسبب الكورونا وكنت مريح خلص هكذا صالح. كان يبعثوا من الحساب البنكي هكذا صالح. تفضل اسمح لي. معليش معليش عمي صار، انا عيت له، عيت لهذا مباشرة للشخص هذايا، قلت له السلام عليكم، السلام، ماني فلان بن فلان. قلت له واش كاين واش كاين؟ قال لي لا لا ما كانوش يدخلوا، قال لي انا البنك ديليتها، ديليتها وما كانوش يدخلوا دراهم هادو منا. انت اتصلت بالشخص الثاني مباشرة ولا صح؟ جبت الرقم تاعي واتصلت به عمي صالح. قال لي ما كانوش يدخلوا، قلت له كيفاش ما كانوش يدخلوا؟ الشركة كانوا يدخلوا. غدوة من داك مشيت له عمي صالح، قال لي نفس الشيء، قال لي انا مشكل البنك راني مديلي، راني مديليتها ومنا ومنا. قال لي تجيني بعد فترة كي نفتحها، قال لي نشوفوا اذا فيها دراهم ونعطيهم لك. قصده قال لك حبس الحساب هذاك هكذا؟ قال لك هكذا قصدي، قال لي انا قصرتها وديلت له. قلت له كيفاش؟ قلت له بصح الشركه كانت تبعت على حسب ما فهمت انا، وكانوا يدخلوا عادي. قلت له انا ولا تقدر تفتح هذه فيا مزيه، اعطي لي دراهمي اذا قدرت ولا هذه هي عمي صالح. قعد ما حبش عمي صالح، ما حبش منا منا. اديت له شويه، اديت له ناس، اديت له صاحبي وناس. اسمح لي كم المبلغ اخويا فؤاد؟ المبلغ شحال كان؟ هو دوكا كلش دوك نفهم كيفاش، دوكا واصل 8 طوازن عمي صالح، 8000 جنيه. يا عمي صالح، ومن بعد الحكايه صارت فيها الدوشه شويه هكذا، ياك تعرف اعطيني ما تعطيني، تفاهمنا بلي نمشوا عند الامام عمي صالح. تفاهمنا انت وياه. نرد كيما نقولوا نمشوا عند الامام، والامام هو اللي يحكم بيناتنا، يحل المشكله بيناتكم. كان هو جاب زيت شهود وانا جاي معايا صديقي، ومشينا عند الامام. وقلت له، قلت له قبل ما ندخل عند الامام، قلت له والله نعرف باللي دراهم هادو ما عنديش فيهم حق، انا نطلب منك سماح، انا نطلب منك سماح اخي.
ما هي فؤاد هو على جاب الشود على اي اساس جاب الشود على جاب الشود هو ثاني قال باللي قال باللي الدراهم هادو ما هو فاهم السيد باللي ما يزيدوش يدخلوا ولا ما على باليش ولا هكذا قصد يعني صار ماشي كره هاك الحساب ما كرهكمش ما كرهش الحساب صاحبك لا لا ما كرهش الحساب كان مسلفوا له يعني صار اوكي دخلنا الامام وعندنا تسجيل 45 دقيقه عند الامام كاع واش هضرنا هو واش هضرنا واش هضر هذا في لندن في لندن عمي صار اوكي الامام حكينا له هو حكى وانا حكيت الامام عطى الحكم تاعه وقال له ترجع الفلوس على البنس للاخ هذا قال له خاطر ماهوش حقك والفلوس ما تسالش فيها هذا هو كان الحكم تاع الامام عادي خرجنا عمي صالح منا خليته مع راسو وقت باكر احنا غدوه من داك عيط لي قال لي الاخ قال لي قال انا الامام هذاك ما قلنانيش قال لي اذا تقدر تجي نمشوا عند الامام ثاني اوكي الامام جزائري بعد بالمناسبه جزائري قلت له ماشي مشكل نمشي معك الامام الثاني منا عاودنا مشينا الامام الثاني يعني صالح نفس الحكم اللي اختاره هو اللي اختاره هو الامام هو اختار هو قال نفس الحكم بالشهود اللي جابهم هذوك الشهود قالوا لي تسحقنا نشهدوا لك نشهدوا لك عمي صالح باللي جاب فهمت عمي صالح بالمناسبة فهو اسمح لي أصحابه ما في هذه الحالة ما قالكش قالوا شو أعطينه حالة حقه ما قالوا لا لا قالوا له عمي صالح قالوا له قالوا لي نشاهدوا لك باللي كنت حضرنا وكذا وكذا نشاهدوا لك الإمام ثاني قال لي معليش قال لي تساهل معاه وسمح له شوية ويرجعهم لك بالعقل فاهم أنت الحكاية عمي صالح قلت له معليش قلت له أنا نسمح له نصيب اللي يقدر اللي وما نحطلوش أنا ما قلتلوش أعطيهم لي بالسيف أعطيهم لي على ضربه ولا قلت له رجع لي غير بالعقل ونسمح لك نصيب ونخرج ان شاء الله كاع بالخير ومن النوم من النوم من النوم فؤاد سؤال اسمح لي السيد هذا خدام ولا مريح ولا واش يدير خدام ما خدامش الله اعلم كان خدام ديليفري يا خدام ديليفري قلت له نفوا بلاتي احسن هاي كيفاش هاي كيفاش هاي كيفاش رجع لي دراهمي غير بالعقل ونسمح لك نصيب بالشهود ومنا قدام الامام الثاني يعني صار مشينا شغل غاديين ومنا هو وافق على الشرط هذا لا مشى شغل قانع الله اعلم مشى قانع من الصار قلت له نعطيك يومين ولا ثلاثه ريح مع عقلك ونتلاقاو ونتفاهموا كيفاش الصيغه تاع تعطيني دراهمي ولا فاهم من الصار انا كي مشيت له قاعد يقول لي قال يقول لي شغل يقول لي ونعطيك نعطيك 50 بوند في الشهر 30 وانا ما عنديش قلت له قلت له الاخ معليش المهم تفاهموا اعطيهم لي و30 بالشهر شعلا تكمل لي تاع 15 سنه وحنا معلقين مع بعض فهمت يا عمي صالح المهم هكذا يا عمي صالح الشركه كي اتصلت بها قلت لها بليز بدلوا لي الاكونت ومنا ما حبوش يبدلوا لي الاكونت عمي صالح قالوا لي في جوان تحبس ونحبسوا كلش وكمل في هذا الاكونت لازم يبعثوا لي في هذاك الاكونت هاي وجدت انا اتصلت بها خاطر هو عيط لي قال لي خلاص ما تكسرش راسك وصوم مهني ونعطيك دراهمك تديهم قلت له يا الاخ قلت له يزيدوا يبعثوا لي هاد الشهرين قلت له بعثهم لي ودي نصيب راك معايا عمي صالح ما عطاك والو في هذيك المده كاع ما عطاك والو في هذيك فهمنا باللي يعطي لي مول عيد عمي صالح حتى في رمضان لا الاخر انت صايم هكذاك بلا قال لي نعطيك مول عيد عمي صالح قال لي مول عيد العيد الفطر هذا قلت لك المهم زادت دخلت خطا الدراهم دخلوا فهمت قلت له باش ما يروحش خساره نحي نصيب انا قلت له نصيب بديه وبعث لي الباقي قلت له خير من يروح خساره انت كنت تخدم في الشركه هذه دراهم سمح حقك حق. ولا ما هضرش مع المانجر يبدل لك حساب عمي صالح قلت له قال لي حتى في جوان قال لي نحبسوا كلش قال لي ما نقدرش نبدل لك حتى في جوان تحبس معنا وسلام عليكم انا قلت له هكذايا قال لي معليش ارسل لي الاكونت بانك والصوت كود قال لي غدوه نبعث لك دراهم عمي صالح من هذاك النهار غلق الهاتف ومنا ونمشي نحوس عليه عمي صالح ما نلقاش دوك انا فؤاد واش من تقايسكم بلا ما نذكروا اسمه واش من اسمه فاطمه مصطفى عمي صالح كبير اسمه يعرفوه الناس يعرفوه كان اللي يعرفوه عمي صالح واش راك تطلب يا خويا فؤاد الناس هذو خاوتنا يعاونوك سما حقراك كيف الحكايه هذوك فاش تفسر لنا عمي صالح دوك الحكايه واضحه وانا قلت اذا الدراهم هذو مشينا حكمنا قلت لك اذا تخاصمتوا فردوه الى الله حنايا ما عندي حق راني حاب ندي حق يا عمي صالح وبالطريقه
شوف انت فؤاد جيت هنايا تعرض هذه القضيه علينا هكذا عليا ونرفعها بدون رفع الصوره، عندك الصور تاع عندي السيد هذا؟ الصورة تاع السيد هذا مصاب. يسمى المقطع هذا درناه بان يسمى نشوفوا نطلبوا من الاخ هذا ماذا بنا حتى ونسمعوا الحكايه تاعه، حتى يعني من باب الواجب ومن باب الانسانيه ومن باب الحق انه هو مش غايب حتى يعني يدافع على روحه، ف ربما مستقبلا نحتاج ربما يرد على هذا اه الفيديو ماذا فمرحبا بينا به. عمي صالح، ماذا بينا عمي صالح، انا تم كنت حاب نوصل حتى الدرجه، انا مشيت باش عامل خطا وبدليل انك ما رفعت الصوره تاعو وراك راك انسان اه عاقل. عمي صالح مشيت ليش عامل خطا بلاتي احسن والله ما خصت مع اي خطا، نقول له هاليك ونفروها منا هاك شوف وين وصلت عمي صالح، وانا ما كنتش حاب كاع نوصل لهاد الدرجه ولا الناس تسمع، كنت حاب نفريها غير بيناتنا عمي صالح. كون يقول لك زعما نعطيك دراما في البلاد والله يكون عمي هكذا صالح يعطيك قالوا شيء كان في البلاد يعطيهم لي تقبل. غير بالعقل، مانيش قلت لك ما حطيتلوش الموس في رقبان عمي صالح، ولا انا ما حبيتش كاع نوصل لدرجه وين هذا بينا نصلوا خاوتنا ولا فهمت كيفاش الحكايه عمي صالح. الله المستعان يا خويا. خويا فؤاد حتى لهنا ماذا بينا هنا حتى من بعد تنحل بلاتي احسن ما نوصلوش العفايس واحد اخر لعمي صالح. تعرفوا في البلاد السيد ما هذا ما نعرفوش تعرفوش عمي صالح حتى هنا اسمح لي، وش مجيها في العاصمه وش مجيها في البلاد وش مجيها عاصمه خارج هو من العاصمه؟ العاصمه الشخص هذا اوكي المهم يبقى جزائري جزائري خونا امين ان شاء امين الله. او ربي خويا فؤاد خويا فؤاد انا عمي الامام اللي شفتوه ما زلت رجعت له، ما زلت رجعت للناس، ما زلت هضرت مع اي واحد؟ ما زلت رجعت، رجعنا الامام الثاني كان بيز الاول عمي بن صالح، مشينا انا رجعنا الامام الاول قال لنا كي ولينا قالنا كيفاش درتو، قالنا وليو بعد العيد نديرو شغل اتفاق ولا كيفاش تسمى شغل نديرو لجنة الصلح قال ديروا الصلح بيناتكم نديرو شغل نديرو ورقه باللي هاو كيفاش يعطيك دراهمك وباللي يلزم فهمت باللي نديرو ميثاق كيما قال هو نديرو ميثاق باللي ايه بصح هو حاليا بدل الرقم تاعو كيف راح تلقاوه؟ بدل الرقم تاعو حاولت نتصل به وانا عمي صالح نسكن بعيد عليه ما نقدرش نضيع لازم نخدم عمي صالح على بالكش تعرف الدار تاعو ما نعرفش العنوان تاعو عمي صالح العنوان مكتوب في البنك المفروض لا المفروض في الحساب هذا في العنوان بنك مونزو ماشي غير 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 الكارت هذا يا اخي مش حساب اسمه آه. ما نقدرش كل خطره نمشي ليه عمي صالح عندي خدمتي لازم والله يا اخي شوف دوكا احنا درنا الفيديو هذا ان شاء الله راح نشوفوا كيف نلقاو حل ولا مشكله ولا الحل هذه خاوتنا كش واحد عنده اقتراح اخونا فؤاد ما حبش يوري وجهه على بالكم ظروفه وظروفك تعرفوا المجتمع تاعنا مسكين بدون اوراق الله يحل عليك خويا فؤاد تطلب خويا فؤاد من الناس انا نطلب ان شاء الله تخلص على خير من صالح ما هو ان شاء الله ربي يهديه وكيما نقولوا باينه يسلكني وبلاتي يا احسن انا ما نتمناش كاع نوصلوا وين نفضحوا هذه يا عمي نعم. صالح معليش استغفر ما استغفر الله ان شاء الله يوصلوا الفيديو يتصل بيا يحلها معايا وديا يعني كيما نقولوا بارك الله فيك يا خويا على هذا الطيبه تاعك وصراحه الله يحفظك وربي يسترك هذا فؤاد يعني هذا ما انا نقول كيما نقولوا اذا كان حقي نتمنى ندي حقي بلاتي يا احسن هذا ما كان عمي صالح هذا واش الله يحفظك يا خويا لو عندك الرقم والله كش اصحابه كش ما يعرفوك شو واحد اعطي لي رقم متصل به عندي صاحبه عندي اللي جاو شاهدوه ما اتصلوا به عمي صالح قالوا لي تحتاج لنا عيط لنا عمي صالح ما تغص تعيط لواحد فيهم تقول له كيف تحكي له القصه عمي مشيت اللي عمل خطا عمي صالح دوك انا عييت من القصه لا هذو نانو الشهود هذو ربما اكيد يعرفوا فيهم واحد يعرفوني سكون يعرف لي تو يعرفوا لي ذاك قديم هم يعرفوه يعرفوه عمي صالح يعرفوه انا حاولت معاه شوف خويا فؤاد روح لفؤاد فيهم هذو الناس الشهود هذو قول له يا اخي احكي له القصه كيف قول له ودي اتصل به ولعل الله يكون يعني يساعدك في الامر هذا واذا امكن ربما اعطيني رقم واحد فيهم نكلمه ولا اعطيه للاخ الامام هذاك ما اعرف خونا ياسين بالمناسبه ان شاء الله عمي صالح نتمنى ربي يهدي عمي صالح وهذا ما كان يا خويا بارك الله فيك على الصراحه وسمحوا لنا ما ورينا صورتكم سمحوا لنا بزاف على هذه الحكايه الله يحفظك خويا فؤاد وان شاء الله تحياتي لكم وربي يحفظ خالتي
صراحة عيب عيب تصرى الأمور تشوفها في بين الجزائريين ما يتخواوش ويديروا أمور واحد يدير الأمور يعني قص كما هذه صارت مقبل هضرنا على واحد القضية مقبل لكن السيد رجع له درامه في البلاد أما هذا السيد ربي يهديه إن شاء الله نسمعوا منه خويا فؤاد وبارك الله فيك على المشاركة جزاكم الله كل خير ثم بارك الله فيكم عمي صالح وإياك واش تقول للناس اللي يشوفوك اللي يسمعوا فيك أو يتبعوا فيك واش تقول لهم أقول له ماكو تشوفوا شو يصغى منا هاد العفايس يصغاو سوتو إذا ماشي الغربة اللي ماشي الغربة ما يقدرش يقول لك الغربة ما لاباش كيفاش غا بصح اللي في الغربة يعرف بلي هاد العفايس يصغاو عمي صالح و... ونتمناو نقول لك نتمناو إن شاء الله تكمل على خير وهذا ما كان إن شاء الله ربي يلي القلوب إن شاء الله ربي يهديه ويتكاكا وراه كبير في العواشير أخي حرام تدي مال الناس يا أخي إلا إذا خويا فؤاد الا اذا كرهها لك ولا كرهها صاحبك ما كاش ما يغلط عمي صالح انا تقدر اي واحد يقدر يغلط حنا تمنينا تنحل من قبل ولا فؤاد خويا اخر سؤال يعني الكارطه هذه ما يكونش كرهها ما كرهاش عمي صالح خاطر علمت عنده بال... انا قلت لك كرهها صاحبك تفاهم معاه في ثمن ما هو قال لي انا سلفتها له وانا على بالي بلي سلفها له عمي صالح بلك زعف بلك هو زعف شوفي هو زعف عمي صالح باش ما نكذبوش هو زعف قال لك كيفاش يستعملوا البنك تاعي صغات الله غالب صغات هكذا عمي صالح احنا ما دابينا لو كان ما صغاتش الله غالب عمي صالح شغل صغات هكذا يا و... هذه يا خويا ان شاء الله تتحل بالتي احسن ان شاء الله عمي صالح ان شاء الله وبارك الله فيك خويا فؤاد وربي يحفظك وبارك الله فيكم كامل وان شاء الله وياك وياك خويا تهلا في روحك خاوتي السلام عليكم فرصه اخرى ان شاء الله ربي يحل ان شاء الله ربي يجيب الحق وربي يلين القلوب ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله